قبل يومين فقط من تنفيذ العملية، انسحب نتنياهو من خطة اغتيال قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. هذا ما كشفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لأول مرة حول مقتل سليماني في غارة أمريكية بطائرة دون طيار في العراق أوائل العام 2020 خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية. كان من المفترض أن تشاركنا إسرائيل في ذلك، لكن قبل يومين من الهجوم قالوا لا يمكننا أن نفعل هذا. ثم التفت إلى جنرالنا وقلت له: هل يمكننا أن نفعل هذا؟ فقال: نعم يمكننا أن نفعل ذلك يا سيدي، والأمر متروك لكم. عندها قلت: إذن دعونا ننفذ الأمر. ترامب سبق وصرح بأن الإيرانيين تواصلوا معهم وأبلغوهم بأن عليهم الرد لحفظ ماء وجههم، وبأنهم سيقومون بإطلاق 18 صاروخاً على محيط قاعدة أمريكية دون إصابة أي جندي أمريكي، مؤكداً أن أي جندي أمريكي لم يصب بأذى في القصف. تصريحات ترامب هذه تأتي في ضوء شن القوات الأمريكية ضربات في العراق وسوريا ضد الحرس الثوري الإيراني وميليشيات موالية له، رداً على تعرض قاعدة أمريكية في الأردن لهجمات ميليشيات تدعمها إيران أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين.